كل يوم بقوم الصبحيات على الساعة 1 بالليل بشكل يومي، بعمل القهوة بغليها بجهزها بعبيها بجهز حالي بنزل انزلها على السيارة باجي على المعبر هان، بكون على المعبر هان تقريبا الساعة 2:30 3 الا ربع بكون على المعبر هان. أول سيارة بتيجي للعمال هان بتيجي تقريبا من الساعة 3:10. بس معظم الأوقات في أزمة المعبر معظم صلاة الصبح، يعني خلينا نقول من الأذان الأول للأذان الثاني بكون المعبر تقريبا دائما فل. نسبة كثير من العمال بيعانوا عليه، وفي نسبة كبيرة من الناس كبار السن بيجوا هان بدهم يطلعوا على المستشفى بيجوا برضو بدري، بس بنحشروا في الأزمة هان. علما في خط اللي هو بسموه خط الحالات الإنسانية، بس هان للأسف إنه ما فيش إنه حالات إنسانية. في نسبة كبيرة إصابات عمال، في نسبة كبيرة وفي كمان وفيات كمان كثير. يعني قبل سنتين ماتوا اثنين، أنا في سنة واحدة اثنين، السنة هذه مات واحد. فترة شغلي على المعبر هان يعني لحقت 4 حالات أو 5 حالات وفيات موجودة هنا على المعبر هان نتيجة الأزمة. الإصابات حدث ولا حرج، يعني إشي مش طبيعي، بالأخص في المنطقة هذه، الزاوية هذه، في المنطقة هذه، هذه في إصابات مع الحشرة للعمال ولزتهم مع بعض وضغطهم على بعض. والله أنا علاقتي مع العمال مش جيدة، ممتازة كثير الحمد لله، كثير ممتازة. يعني صرت أعرفهم كلهم، أعرفهم بالاسم وأعرفهم بالوقت اللي بيجوا فيه والساعة اللي بيجوا فيها. وحتى اللي بيجيش صرت افقده، يعني انا معروف، يعني عبد مالك المعبر في القهوه هان. قهوه.